تحقيق الأمن الشامل هدف أساسي يتطلب تكثيف الجهود وتطوير الأداء من أجل تقديم خدمات أمنية متقدمة بأعلى درجات الدقة والكفاءة والإنجاز. وفي هذا السياق تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ على النهوض بدورها وأداء رسالتها لتأمين منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية. ضمن مفهوم الأمن الشامل والذي يستهدف أمن الوطن والمواطن في مجالات عدة، تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ على تأمين حركة دخول الأشخاص والبضائع إلى البلاد وتأمين المرافق الحيوية، وذلك من خلال سلسلة من الخطط الأمنية المدروسة. تكثيف الجهود الأمنية للمنفذ البري، وفتح مجال التعاون مع جميع الجهات المعنية، وحفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين، والعمل على تطوير الأجهزة والآليات للمراقبة وحماية المنفذ، والدور البارز والمهم في السيطرة الأمنية مع وجود الدوريات وغرفة العمليات لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج ومكافحة تهريب المواد الممنوعة. ويتم التعاون مع رجال الجمارك من ناحية التفتيش وتحول قضايا التهريب للمديرية مع إجراء اللازم للحماية العامة وعملية المسح الأمني للوقاية من الجريمة. ومن بين ما تعمل عليه أمن المنافذ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والتسلل وتهريب الممنوعات، وكلها أمور تندرج في مقومات الأمن الشامل. توجد خطة أمنية تعمل بها مديريات شرطة الموانئ البحرية لحفظ الأمن والأمان وسلامة المسافرين والوقاية من المخاطر، وعلى ذلك يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية مثل حراسة المناطق الحساسة وعمل دوريات على مدار الساعة ومراقبة الكاميرات الخاصة بغرفات العمليات للحد من الجرائم الواقعة على الحدود البحرية، ومنها دخول البلاد بطرق غير مشروعة وتهريب المواد الممنوعة وتسهيل إجراءات المسافرين في السفن السياحية والسفن التجارية. تتولى الإدارة العامة لأمن المنافذ متمثلة بمديرية شرطة مطار البحرين الدولي مهمة الحفاظ على المنفذ الجوي، وذلك بتأمين مبنى المطار والمرافق المشغلة له، ويكون من خلال تفعيل الحراسات الأمنية على البوابات وأيضا الرقابة عبر الكاميرات الأمنية، وكذلك إجراء الترقيق على التصاريح الأمنية للأشخاص والمركبات الذين تتطلب طبيعة عملهم الدخول للمناطق المقيدة. ويوجد أيضا تطبيق إجراءات التفتيش للأشخاص عبر استخدام الأجهزة الحديثة، وذلك يتمكن في الحفاظ على أمن وأمان كافة مستخدمي قطاع الطيران المدني بمملكة البحرين. ومن الطبيعي أن يتم العمل الأمني في منافذ مملكة البحرين البحرية والبرية والجوية من منطلق خطط يتم تحديثها بشكل مستمر، وتعتمد على التدريب ووضع السيناريوهات للتعامل مع الأحداث، وهو أمر صار يتم بشكل معتاد، ما يؤكد أن منافذ البحرين ستبقى آمنة بفضل من الله والتزام شرطة أمن المنافذ بالمهام والواجبات المنوطة بهم.